الله يرحمه الشيخ زايد ذكر لماله ماضي ماله مستقبل. القائد المؤسس. وكان زايد خير قائد، علمني الكثير. حكيم العرب. كان يؤمن بالعمل، شيخ زايد لم يكن عنده مستحيل. رجل التاريخ. شيخ زايد الله يرحمه بعث ابنها البكر ولي عهد إلى الجبهة. الحاضر في قلوبنا. الحقيقة الرجل كريم، عربي، أمين، رمز للخير والعطاء. اللي ينقص علينا حن بندعمه فيه، كان كثير ولا قليل، والمحبة والتسامح. فنحن نكون معه ندعمه. رائد العمل الإنساني في العالم أجمع. من واجبنا أن نعمل المستحيل. تابعونا في حلقة وثائقية عن مسيرة الشيخ زايد طيب الله ثراه قريبا على الفجيرة FM.